إطار سعي الحكومة لتخفيف المعاناة من أهالي حلب الشرفاء، بدأت بتسيير قوافل تضم مواد غذائية سيتم توزيعها على الأسواق، كما باشر مخبز الحمدانية عملية الإنتاج والبيع المباشر للمواطنين. جهود مكثفة وحثيثة من قبل الحكومة السورية لتوفير المتطلبات المعيشية للمواطنين في حلب والقضاء على محاولات الإرهابيين فرض حصار على أحياء المدينة، فقد باشر مخبز الحمدانية عملية الإنتاج والبيع المباشر للمواطنين. عادت عجلة الحياة إلى أفران ومخابز مدينة حلب، ومثل ما شايفين السادة وأخوتنا في المخابز سوف يستمر العمل على مدار 24 ساعة بمعدل 3 دوريات لتأمين رغيف الخبز لأهلنا المواطنون في مدينة حلب الصامدون. بعد أن توفرت مستلزمات الإنتاج وخاصة مادتي الدقيق والمازوت من أجل عمل المخابز الآلية، فقد بدأنا العمل في هذا اليوم. الحكومة السورية تسعى لإيجاد الآليات الناجعة والمفيدة التي تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الغذائية والصحية، والعمل بكل السبل للقضاء على النقص الحاصل بالمواد الغذائية الأساسية الذي تسببت به المجموعات الإرهابية. الله يحمي الجيش إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، كويس تازة وسخ النار، يعطيكم ألف عافية. الله سيم الفرن على البيت على الأكل كله تمام. اهتمام كبير توليه الحكومة السورية لتسيير قوافل تضم مواد غذائية للمدينة سيتم توزيعها على الأسواق بهدف تحسين أوضاع مدينة حلب ووضع كل الإمكانات المختلفة بتصرفها، بما يسهم بشكل فاعل في تحسين الوضع المعيشي والإنساني للسكان هناك.